سؤالي بقى لحضرتك، ايه اهم الاسباب الصحيه اللي بتواجه القاصره اثناء الزواج المبكر؟ طيب خلينا نبدا من بدري كده شويه. ايه هو تعريف البيوبرتي او سن البلوغ طبيا؟ هو السن اللي الكائن سواء ذكر او انثى بيصل فيه لمرحله القدره على التزاوج والتكاثر جسديا وعقليا ونفسيا. إذن البلوغ ما هوش حاجة جسدية فقط، يعني بالنسبة للبنات مش مجرد إن هي بدأت تجيلها الدورة أو الحيض يبقى هي خلاص كده هو نقدر صحيح إحنا بالعامية بنقول إن هي بلغت، ولكن بالزبط. طبيا هي لسه ما بلغتش. ليه؟ لأن لسه جسديا لسه جسمها ما اكتملش النمو لا، وفي بتاعها. ناس يا دكتور بتبلغ في سن صغير، في بنات بالظبط 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 بتجيلها الدورة الشهرية في سن صغير، بالظبط. فمعنى إن هي تجيلها إن هي تتجوز على طول؟ لا طبعا. ليه؟ لان لسه فاضل بقيه الشروط. جسديا لسه جسمها بيحتاج نمو لسه ما اكتملش، واهم حاجه برضو عقليا ونفسيا لسه قدامها فتره. فنبدا نقسم كده المشاكل اللي تحصل في زواج القاصر. جسديا هي هتواجه ايه جسديا في الزواج؟ اولا علاقه جنسيه، هي غير مؤهلة طبعا لسه للعلاقة الجنسية، جسدها لسه لم يكتمل، بالتالي ممكن ينتج عنه ايه؟ ينتج عنه تهتكات. بالظبط زي الحالة اللي معانا. بالظبط كده. تعال بقى نشوف كمان اللي أهم من كده، نفسيا. دي طفلة واحنا عارفين يعني ايه نفسيا، وعارفين يعني ايه الاستعداد النفسي، وبالتالي احنا كده دخلناها في تروما أو صدمة، مش هتبقى في اللحظة دي فقط، ده الصدمة دي هتكمل معاها بقية حياتها. بالظبط. الخطوة اللي بعديها العلاقة الجسدية ديت أو الجنسية هينتج عنها إيه؟ حمل. طيب هي جسديا الحمل دوت عبارة عن تكوين جنين في بطنها، إنسان تاني بيسحب من جسمها موارد، جسمها اللي أصلا هو لسه ما اكتملش في حاجة للموارد ديت علشان يكتمل. ده هي طفلة يمكن تكون حتى قدرتها انها تميز ايه الاكل المناسب ليها لسه عقليا هي مش في المرحلة دي. نيجي بقى في الولادة، وهي دي بقى الجزء اللي بيبقى خطر جدا من الناحية الطبية. الجنين بيمر من خلال عظم الحوض، والحوض ما هواش عظمة واحدة، هو كذا عظمة متكونين مع بعض. لازم ياخد النضوج الكامل والنمو الكامل بتاعه، اقصد عظم الحوض. يبقى اذا ما بيكونش مكتمل يا دكتور في السن ده، ما بيكونش لسه اكتمل. بالظبط. اذا فبيكتمل في سن كام؟ يعني احنا اللي هو ما فوق 18 سنه، ويمكن يكون حتى لسه بدري شويه كمان، بس هنقول 18 سنه. اصغر من كده هي لما بتحمل بقى بتتعرض لايه اثناء الولاده؟ لمشاكل كتيره قوي في الولاده. مشهور قوي في الدول الأفريقية اللي هي تحت الصحراء الكبرى، ساب سهران أفريكا، اللي هي أفريقيا السمراء. بيجوزوا البنات صغير قوي جدا. وبعدين وقت الولادة تقعد يومين ثلاثة في تعثر من الولادة. إذا ما ماتتش وولدت بيجي لها نوع من أنواع النصور ما بين المهبل وما بين الشرج أو ما بين المثانة، وتقضي بقية عمرها في شاد أو يعني بيت صغير كده، أوضة خشبية خارج البيت، خلاص محدش يقدر يقرب منها، حياتها متدمرة تماما. وهي لسه طفلة عايزة تعيش حياتها. بالظبط كده. وحتى دي كانت من الحاجات اللي العالم اتنبه لها، وأقيمت مستشفيات في بعض من الدول دي، ويسافر لها أطباء من الغرب علشان يحاولوا جراحيا يساعدوا البنات دول اللي اتجنى عليهم. وقت الحمل، وقت الولادة بيبقى مقدر خسارة فقدان دم يعني من نص لتر للتر. طفلة صغيرة كل جسمها قد ايه اللتر ده يمثل بنسبة كام في المية بيحصل لهم مشاكل يا دكتورة؟ يعني اما بيجوا لك في العيادات او كده بتلاقي النسبة الأكبر كام في المية تقريبا؟ أنا ما واجهتش حاجة زي كده لسبب. أولا شغلي كان في بداية حياتي وما زال لحد دلوقتي طبعا في قصر عيني جامعة القاهرة.
طبعا. فحاجه زي كده نتيجه طفل حامل في العمر دوت، ده في حد ذاته جريمه طبعا، فبيتهربوا منه، وده يجيبنا لمشكله اكبر، ان ما فيش حد بيقبل ان الاهل بيتهرب.